شوف الصورة المهندسين أبيض وأسود قاعدين على لوحة ورق كبيرة خالص وقاعدين يشتغلوا عليها. مكتوب عليها إيه؟ معاناة المهندسين قبل الكتاب. طبعا كانت بتاخد منهم وقت فظيع أو مجهود فظيع عشان يعرفوا يرسموا ويديزاين رسمة زي كده. طبعا الموضوع ده دلوقتي خلاص مبقاش كده، الحياة بقت أسهل بكتير. فدلوقتي ممكن تفكروا إن أنت تلاقوا مهندس قاعد يرسم رسمة على ورقة بالكوب ده، أكيد مفيش. يبقى بالتالي استخدمنا التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي عشان تسهل عليهم شغلهم. أكيد كلنا في عرض أي حاجة تعرف تساعدنا على إن إحنا تسهل علينا أو توفر لنا شوية وقت حتى لو قد كده. الدنيا دلوقتي طبعا بتتطور أحسن بكتير وأسرع بكتير، وبقت الإمكانيات أحسن حاجة. فبالتالي مش ممكن نكون إن إحنا لسه نصمم إن إحنا نستخدم طرق التقليدية القديمة عشان أقدر أوصل لهدف بتاعي، مع إن في طرق كتيرة أسهل كتير هتقدر تساعدني وهتقدر تسهل عليا الدم نفسه وصله وباقل وقت واقل مجهود. فبالتالي مش ممكن اكون دلوقتي وصلنا لسنه 2022 ولسه ان انا بستخدم تكنيكس قديمه على بشكل قديم. يحصل؟ معلش. انا ايمي غلاظه مؤسسه ايمي جايد ومعاكم النهارده عشان اقول لكم ازاي خطوات بسيطه تقدر كل واحد فيكم يوفر لنفسه ويصنع من نفسه مستقبل احسن لنفسه وغلال لينا كلنا معاك. عملت الصفحه بتاعتي اسمها ايمي جايد تجايد كل اللي نفسه يتعلم ويفيد نفسه ويبقى يفضل لنفسه مستقبل احسن، والاهم من كده كمان انه يصنع المستقبل ده بنفسه مش مجرد ان هو يضمن لنفسه مكان. يعني احنا دلوقتي مش ممكن نكون لسه بنفكر زي زمان ما الناس كانت فاكره ان انا مجرد ان انا مطلوب مني اني انا انجح في الامتحانات بتاعتي واطلع من سنه لسنه وسنه تقر سنه والاقي نفسي وصلت لسنه وبعد شويه خلصت كمان الجامعه، بعد كده بقى فاكر ان سوق العمل قاعد مستنيني وان انا هلاقي شغل بسهوله. ده طبعا مش خلاص ما بقاش ممكن يحصل، لان مش مجرد الشهاده. الفكره دلوقتي ان سوق العمل محتاج سكيلز كتيره جدا عشان اقدر ان انا الاقي لنفسي مكان كويس. فمش لسه بعد ما اتخرج هبتدي اشوف للاسف بيتفاجئوا انه ده في حاجات كتيره لسه مطلوب مني ان انا اتعلمها، فيضطر يدور على الكورسز اللي هي هتقدر اللي هتوفر له ده. فهتكلفه طبعا غير الفلوس كتير، لا كمان وقت كتير. الاهم من كده ان اصلا دلوقتي بقت الدنيا كل حاجه متاحه حوالينا وعلى فرص كتيره ومنح كتير. ده اللي انا بحاول اعمله على ايمي جايد، اني انا كل فرص كويسه تقدر تساعد اي حد ان هو يبقى مستقبله احسن بحطها وبتكلم معاها على طول. ودي بقت متوفره كتير قوي دلوقتي كتير، زي اليوتيوب شانلز مثلا. اي حاجه احنا بنستفيد منها بشارك مع الناس وبشجع كل الناس ان هي تطور في نفسها دايما. الفكره ان احنا عندنا قدرات مهمه جدا، بس اذا صدقنا في نفسنا واذا ادينا لنفسنا فرصه للابداع وفتحنا كده المجال لدماغنا وصدقنا فعلا في نفسنا وركزنا، ده الاهم. ان انا عايزه اطور نفسي لنفسي يبقى الدافع من جوايا انا. وبعدين الفكره ان مش بس لما نكبر او لما توصل لثانوي مثلا زي معظمكم كده بعدين ما شاء الله عليكم، يعني اصلا فكره ان انتوا بتكملوا دراسه كستم كاي حد لسه في ثانوي اكيد بيفكر فهيعمل ايه بعد كده؟ انتوا ماشيين اوريدي كويس جدا، بس الفكره اني استغل الوقت ده كويس قوي واطور من نفسي كل يوم. الشطاره اني انا ادور انا بحب ايه وشاطر في ايه واستثمر ده واستثمر نفسي فعلا اني انا عايز استغل ايه الحاجه اللي انا بحبها وان انا شاطر فيها اتشطر فيها اكتر وتبقى هي دي كمان اللي تجيب لي فلوس. ودلوقتي خلاص بقت موجوده وكتير. انا بقى مش بقول كمان استنوا لغايه لما تخلصوا ثانوي او لما تخلصوا جامعه وتعملوا كده، بالعكس انا بقى بقول اصلا الموضوع ده نبتدي نركز فيه مع الناس المنقطعه قوي اللي هم لسه اصغر من كده بكتير، لان السنوات الاولى في حياتنا كلنا منتهى الاهميه وبتاثر تماما على طريقه تفكيرنا وطريقتنا واللي احنا فعلا بنعتقد فيه طول عمرنا بعد كده. عشان كده انا بدات مع اولادي هوم سكولينج وبدات اعلمهم بطريقه ستيم يمكن من قبل ما يبقى في حاجه اسمها كده. فعملنا زي ما انتم كده بتشتغلوا حاجات الساينس تكنولوجي والارتس طبعا والانجنيرنج وكل الحاجات اللي الناس كلها فاكره ان دي بتاعت ناس كبار يعني مهندس او ساينتست او كده، يبقى لسه بدري لما ابقى حاجه زي كده ومحتاج شغل كتير.
معاك هو فعلا محتاج شغل طبعا، ولكن الفكره اني افتح المجال ده ليه وهم صغيرين. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ربنا خلقنا كيوريوس اصلا، احنا كده كده بنتخلق فضوليين وعايزين نتعلم. تاني اللي بيمسك كل حاجه ويحط كل حاجه في امه ويحط في عمه كل حاجه ومفيش فكره عن المخاطر لسه. على فكره احنا اصلا اللي بنحط قدامهم مخاوفنا الشخصيه وده حاجه غلط، احنا كده بنحدد ان هما محاولاتهم. طب ما انا هتعلم ازاي اذا انا ما جربتش؟ شو عايز جرب؟ شغلتي كبيرت اني انا بس اني اخليهم سيف يعني، بس مش امنعهم، بالعكس انا اوفر له البيئه الامنه والتولز المناسبه وان هو يقدر يستخدم يتعرف على كل حاجه، ولكن في امان طبعا وتبسيط المعلومه دي. يعني هما اسهل بكتير جدا من ما احنا اصلا متخيلين. ولما فعلا عملت كده وبقيت استفدت من حاجات كتيره، استفدت من في اماكن كتيره ساعدتني على ده، كانت بالنسبه لي اكتشافات وما زالت لما بكتب عنها وبحط التفاصيل بتاعتها ناس كتير ما بتكونش متخيله ان الاماكن دي موجوده وموجوده في مصر كمان وجنبهم هم مش عارفين انا حاجه. يعني احنا رحنا مثلا متاحف للعلوم. متاحف العلوم دي يعني العلوم غير الساينس، يعني الساينس اللي الناس زعلانه منه وعندهم عقد نفسيه معانا، بنروح في اماكن بنلعب فيه فعلا فيزكس وبنلعب بتجارب وبنعمل اكسبيرمنتس. ده لو حتى بابسط الحاجات اللي متاحه حتى في البيت. الفكره ان احنا قررنا ان احنا اولا نتعلم ونحافظ على الشغف بتاعهم ان هم عايزين يعرفوا اكتر، والاهم من كده انه يبقى واحنا مبسوطين من الجوي اللي احنا بنعمله. بعد كده عمرهم ما هينسوا المعلومه كده. هو دي طريقه التعليم بتاعت اي يعني مش بس السمار. طبعا السمار اساسي، لكن الفكره ان واحنا كبار اذا كانت حاجه انا مقمر عليها وهي واجب عليا انا اكيد هبقى متضرر واعملها عشان اخلص منها وخلاص. لكن هي الفكره انه ليه؟ طيب بالعكس هي اصلا اكستريملي فن، يعني فيها كتير متعه. الفكره بس والذكاء اني اتعلم وانا مستمتع. ناحيه ثانيه اني افضل مقتنع من جوه نفسي اني انا عايز اتطور وعايز فعلا اتعلم وعايز فعلا اغير. وبالعكس كمان اني انا اساعد معايا از ماتش بيبل از اي كان، يعني بمعنى ان كل حاجه كويسه احنا بنلاقيها وبنعملها بنقولها لكل الناس معانا ونشجعهم على انه يعني طبيعي ان اي حاجه عايز اوصلها اعمل فيها مجهود. بس الفكره هنا اني بنعمل مجهود ده لازم، ولكن المجهود ده ورث ات يعني يستاهل وهشوفه قريب. فالحاجات اللي احنا عملناها الحمد لله رب العالمين مع يعني مع اهميتها جدا وانه ما كانش حد مصدق ان فعلا دي اصلا تقدر تعملها، لا بقينا الحمد لله الدليل على ان ما شاء الله لما تستثمر في ولادك او تستثمر في نفسك وفي امكانياتك هتقدر توصل. وصدقني يمكن اقرب من احنا متخيلين، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده بقى في فرص كتير. انا على طول بتكلم على المنح، على طول بتكلم على الفرص وعلى كورسز التريننج المتاحه دلوقتي بسهوله. الفكره بس اني اقرر اني انا عايز ابقى احسن واتعلم فعلا واتغير انا نفسي. فانا بعد ما اغير نفسي بنفسي هقدر اغير العالم كله. وفعلا حرفيا مش مجازا بجد، اي حاجه هكتشفها او اي فكره تسهل الدنيا فعلا تقدر تاثر وتغير فعلا على العالم. ده اللي احنا بنحاول نعمله. انا عايزه، انا قررت من سنين اني انا اكون اطور نفسي بنفسي وادي فرصه لاولادي كمان يكونوا احسن دايما وافتح لهم المجال واصدق فيهم في الاول فعلا على قدراتهم وعلى امكانياتهم احبهم زي ما هم، بس اديهم الفرصه ان هم يحبوا نفسهم ويطوروا نفسهم. وانا شغلتي اني انا اوفر لهم الامان واوفر لهم المساحه ان هم يعملوا اللي هم عايزينه ويجربوه حرفيا بحاجات متنوعه للغايه. بعد كده ده شجع ناس اكتر، فبالتالي هنا بقيت مش مجرد اني بعمل لنفسي لا اساعد ناس معانا فيبقى لينا اقرب ونسهل عليهم. اصلا لما نسهل على حد حاجه ربنا هيسهل لنا، فبالتالي دايما خلوها بنيه انه في نتعلم واحنا كويسين ونساعد الناس تتعلم، وده هيدينا يعني غير انه هيخلينا هينقلنا فعلا من مكان ثاني خالص، لا هيبقى بجد هو ده الحسنات اللي هتجيلنا بعد كده بنيه العلم اللي بتدفع ده. فدايما فكر انك تكون احسن وانك تساعد معاك الناس اللي مالهاش امانيه، ودايما فكر انك تكون طموح وانك تبص للي بينجح تفرح بيه وتبقى براود يعني بيهم. ومن ناحيه ثانيه هم دول اللي بتبص لهم دايما وتبقى تحاول نفسك بناس كويسه دايما وتبص لهم عشان تعرف تركز في ان انت كمان نفسك تكون احسن. لما هتعمل كده هتفضل دايما مشجع ودايما ماشي عارف الطريقه وعارف انك دونت جيت ديستراكتد فوكس، جرب حاجات كتيره بس دايما فكر باني انا عايز اكمل وعايز اوصل وهقدر اوصل. عشان دايما الواحد يعني
قصيره، فنحاول نعمل احسن حاجه فيها بجد عشان يبقى لينا اثر كويس في الحياه، ودايما نشجع الناس على الخير. احنا نحاول نبقى ناس كويسين ونشجع الباقيين معانا. التاسع، الفرص اللي حوالينا واللي بقت متاحه دلوقتي بجد كتيره، هتلاقوا منها فرص كتيره على الصفحه بتاعت انس لايف. اتمنى ان انتوا بجد كلكم تستفيدوا منها فعلا، ويا رب تبقى اسعادكم في خطوات احسن بكتير في حياتكم ان شاء الله رب العالمين. وكتبونا في الدعاء، وشكرا جزيلا لكم بجد.